أهلا بيكم. حكاية النهاردة عمرها تقريبا حوالي 67 سنة. سنة 1955 مصر عملت صفقة مع صياد ألماني. الصفقة تحديدا كانت ما بين حديقة حيوان الجيزة وهذا الصياد الألماني اللي كان عايش في الهند أو بيسافر الهند يصطاد مجموعة من الحيوانات وينقلها إلى بلاده، وطبعا كان بيمر بمصر. الحقيقة ان الصفقة دي اعتبرت صفقة ناجحة جدا بالنسبة لمصر في ذلك الوقت، لان مصر كانت هتتبادل فيها مجموعة من الحيوانات والطيور وتاخد في المقابل فيل ضخم وزنه 3 طن. الفيل في ذلك الوقت كان سعره 500 جنيه وده كان رقم كبير جدا في الوقت ده، لكن مصر قدرت تاخده مجانا مقابل ان هي تديهم ثلاث حاجات: حمار ونمرين من نوع نادر جدا اسمه بيبر ومجموعة من طيور اسمها الباشاروش. طيب ليه الجانب الألماني برضو كان حاسس ان هو حقق نجاح كبير في الصفقة دي؟ لعدة أسباب. أولا النمرين دول من نوع نادر، لكن طبعا مصر كان عندها زيادة في العدد ده في الحديقة بتاعتها في الجيزة، فما كانش عندها مشكلة ان هي يعني تدي للصياد الالماني نمرين من هذا النوع النادر. الامر الثاني ان طيور البشاروش برضو متوفرة عندنا لانها بتعيش في بحيرة المنزلة. لكن الاهم واللافت للنظر كان الحمار، خصوصا ان الحمار هو حيوان غير معروف بالنسبة للالمان ومش موجود عندهم في المانيا. يعني الالمان بيسمعوا عن الحمار بس او يشوفوه صوره في الكتب وكده. فكان الصياد الألماني متحمس للغاية انه هو يحصل على حيوان الحمار، وقال لهم انه هو هيحطه في مكان بارز في مدخل حديقة الحيوان في هانوفر في ألمانيا علشان يبقى قدام الزائرين اول ما يدخلوا الحديقة. فطبعا الصفقة بهذا المعنى هي صفقة موفقة جدا للجانبين ومرضية جدا سواء للجانب المصري او لهذا الصياد الالماني. نيجي بقى للرحلة اللي قطعها الفيل او بالاحرى انثى الفيل لان هي كانت انثى من الهند الى مصر. الصياد ده كان بعد ما بيجمع مجموعة الحيوانات من الهند كان بينقلهم على ظهر باخرة وبيتحرك بيهم وصولا الى ميناء بورسعيد، ومنها بعد كده بيستكمل الرحلة الى المانيا عبر البحر المتوسط. الحقيقة ان ما كانش بس الفيل هو اللي على ظهر الباخرة بتاعة الصياد الالماني، لكن كان في مجموعة تانية من الحيوانات وكان من بينهم مجموعة تانية من الافيال. ورغم صعوبة الرحلة اللي استغرقت حوالي اسبوعين من الهند الى ميناء بورسعيد، الا ان انثى الفيل دي ما كانتش بتشعر قوي بنوع من الاغتراب نتيجة وجود اصدقاء ليها من نفس بلدها ومن نفس نوعها وجنسها، وهي مجموعة الأفيال اللي كانت معها طول رحلة الأسبوعين على ظهر الباخرة. لكن بمجرد ما الباخرة وصلت ميناء بورسعيد وحاولوا العمال ان هم ينزلوها من الباخرة، ابتدت تشعر بالخوف والتوتر وبدأت تضرب بخرطومها في كل الاتجاهات تعبيرا عن حالة من الغضب والثور. طبعا ما كانوش هيقدروا يسيطروا على حيوان بهذا الحجم غير بان هم يربطوه كويس، فما كانش في أربطة قوية يقدروا ان هم يقيدوا بيها هذه الفيلة الا من خلال البحث عن طريقة او حبال قوية. فبالفعل نزل العمال يدوروا في أسواق بورسعيد لغاية ما قدروا يوصلوا لنوع من الأحزمة والأربطة القوية اللي تقدر تستحمل تقييد الفيل. وبعد حوالي ساعة تقريبا رجعوا وربطوا الفيلة وجابوا ونش ورفعوها ونزلوها في صندل. الحقيقة كان في مشهد إنساني غاية في الصعوبة، يعني المشاعر الإنسانية إحنا بنتعلمها كمان من الحيوانات. الحيوان يعني معلم أول للإنسان. فالفيلة في صورة جرى التقاطها في اللحظات الأخيرة ولحظات الوداع الأخيرة ما بينها وما بين أحد الأفيال الذكور وهو بيطوقها بخرطومه، وكأنه فعلا مشهد الوداع الأخير
لأنها هتنزل في مصر وهو هيكمل مع باقي الحيوانات والأفيال إلى ألمانيا. طبعا الرحلة ما انتهتش عند هذه النقطة، ولكن تم نقلها من على الشط إلى محطة قطارات بورسعيد، وحطوها في قطر بضايع، واستمرت في رحلة تانية لمدة 26 ساعة لحد ما وصلت لمحطة قطارات الجيزة. وفي الجيزة كان في استقبالها مجموعة من حراس حديقة الحيوانات، وبعدين قرروا ان هم ياخدوها سيرا على الاقدام من محطة القطر وصولا لحديقة الحيوان اللي بتقع ايضا في الجيزة. المسافة دي تقريبا سيرا على الاقدام اعتقد ان هي ما تستغرقش اكتر من ساعة او ساعة ونص على اقصى تقدير، لكن كان من المهم جدا ان هم يوقفوا حركة المرور علشان العربيات ما تصطدمش بالفيل او يحصل اي مشكلة اثناء نقلها في هذه الرحلة الأخيرة. وبالفعل تم وقف حركة السير في الشوارع باستثناء الناس العادية اللي كانت ماشية والأطفال اللي كانت مبسوطة ومنبهرة جدا بهذا الحيوان الماشي يتبختر في شوارع الجيزة. هذه الرحلة بالتأكيد تمت من خلال شارع مراد، وهو الامتداد الطبيعي ما بين النقطتين اللي هي محطة القطر في الجيزة والنقطة الثانية اللي هي حديقة الحيوان. الحقيقة ان الفيلة برضو شعرت بالرهبة والخوف اول ما شافت العمارات والبنايات المرتفعة والناس اللي واقفين يهللوا ويشاوروا لها من بعيد، والحراس اللي كانوا بيطوقوها من كل جانب علشان يحددوا خط سيرها في الشارع. وفجأة زمجرت وابتدت تجري في الشارع، ومش بس كده، دي دخلت بالفعل مدخل عمارة. لكن الحقيقة تم السيطرة على الموقف سريعا، وكان حراس حديقة الحيوان معهم حراب طويلة مدببة بيوجهوها ناحية أنثى الفيل علشان يعني تغير اتجاهها وتمشي في المسار اللي هم عايزين. وبالفعل بعد حوالي ساعة تقريبا وصلت أنثى الفيل إلى المكان الأخير اللي هتستقر فيه وبيتها الأخير، وهو بيت الفيل داخل حديقة حيوان الجيزة. هي قصة طبعا في غاية الغرابة، وقد ايه الحيوان حتى زيه زي الانسان، الحيوان لما بيسيب الارض او المكان اللي نشأ وتربى فيه وفجأة يلاقي نفسه في رحلة طويلة جدا وبعدها ينتقل الى بيئة مختلفة ويكون بعيد عن أصدقائه وأهله وناسه، بيكون الموضوع مؤثر جدا جدا جدا. أتمنى القصة دي تكون عجبتكم، وطبعا احنا بنتكلم عنها بمجموعة من الصور النادرة جدا اللي رصدت هذه الرحلة من ميناء بورسعيد وصولا إلى الجيزة وحديقة الحيوان. فأتمنى تكون عجبتكم، وأوعدكم بمزيد من القصص النوادر في الحلقات القادمة. خالص تحياتي وإلى اللقاء.